الشيجلة. شيجلة برضو جرام نيجاتيف بس اللاي انتيرو باكترياس باثوجينيك ان كولو، زي السالمونيلا جرام نيجاتيف بس اللاي باثوجينيك ان كولو. امال الفرق بينها وبين السالمونيلا ايه؟ نمرة واحد نو اتش 2 اس، كانوت بروديوس اتش 2 اس. تاني حاجة نون موتايل، نون موتايل، يبقى شيجيلا نون موتايل اتش 2 اس نيجاتيف. وكذلك مع الجلوكوز او مع الشوجر نو جاز، يبقى اسيد اونلي. اسيد اونلي يعني الدنيا تحمر وديرهم ستيوب اللي في اللي ايه اللي فيها برضه يحمر، مفيش بابلز يعني مفيش جاز خلاص. الشيجيلا دي الباثوجينيست بتعمل حاجه اسمها باسيلاري ديزنتري، باسيلاري ديزنتري الدوزونتاريال باسيليشن. الباسيلاري ديزنتري دي كاركترايز باي فيفر افتر 1 تو 4 دايز من الكونت من الاكل بتاع الكونتامينيتد فود اور ووتر باي فيسل باي فيكال بوليوشن، يعني فيكو اورا زيها زي السالمونيلا فيكو اورا. وهم طبعا انتوا عارفين فيكو اورا يعني نمرة واحد فيسل ستول، نمرة اثنين فود، نمرة ثلاثة فلايز. دي الثلاث حاجات دي هي الواي اوف انفكشن. طيب كلها اف تبتدي بالاف. الباسيلاري ديزنتري دي تبتدي تعمل فيفر ابدومينال كرام اند دايريا. الدايريا تتحول الى بلادي دايريا يعني مشلول مليان بلاد اند ميوكس. وده الديزنتري، ديزنتري يعني بلاد وميوكس في الاسطول معاها فيفر معاها ابدومينال كرام. طيب الشيجيلا ملهاش الابيليتي تو انفيلد بلاد، ما تعملش بكتيريا، لكن السالمونيلا ممكن تخش وميتاستاتيك او ديسيمينيتد او تنتشر في بعض الاورجنز وخاصه البول تعمل اوستيومايلايتس، انما المسائل دي بتبقى في الانتستن فقط. طيب الشيجيلا دي كم نوع؟ اولا الشيجيلا نان لاكتوز فيرمنت، الشيجيلا نان لاكتوز فيرمنت بتتقسم الى شيجيلا ديزنتريا with the main cause of dysentery and paraschida schmidt-ziai sun-yai. يبقى اذا دلوقتي هي نان لاكتوز وفيها نوعين، يا اما نان مانايت فيرمنتر يا اما مانايت فيرمنتر. اذا كانت مانايت فيرمنتر فهي باراشيجا شيمت زياي سونيار، اذا كانت فيرمنتر، اذا كانت نان فيرمنتر تبقى شيجيلا ديزنتريا اللي هي اسمها شيجيلا شيجا. فانا بعلمها ازاي بعلمها للطلبه في اول الحصص انها متشعب شيجا باراشيجا شيمت زياي فيلكسينيري بويدي سونيار. يبقى شيجا وباراشيجا شيمت زياي فيلكسينيري بويدي سونيار. يبقى نحط هنا كمان فيلكسينيري عشان بيت الشعر يمشي، شيجا باراشيجا شيمت زياي فيلكسينيري بويدي سونيار. يبقى دي انواع الشيجا. اهم حاجه الشيجا انها نان موتايل، يبقى ما عندهاش غير الاو انتيجين اللي بنلعب عليه. طيب الشيجيلا سونياي الاخرى ممكن تو بي ايدنتيفايد انها هي ليت لاكتوز فيرمنتر، وانا قلت ان الليت لاكتوز فيرمنتر اثنين شيجيلا سونياي والفيبريو كولر ليت لاكتوز، يبقى دي الوحيده اللي ليت لاكتوز. الواي انفكشن زي ما احنا عارفين. طب عاوزين نعرف بتعمل ايه الشيجيلا دي؟ الشيجيلا دي بتطلع توكسين، بتطلع توكسينز، والتوكسينز ده هي اللي بتخلي
والكامبيل وبكتر والحاجات ده هي دي كلها تدي نيوتروفيل كتير في الاسطول. يعني نظبط الاسطول بالسيم بلود او بالليشمان ونشوف النيوتروفيل. ايه التريتمنت اوف شيجيلا؟ التريتمنت بتاعنا احسن تريتمنت سيبرو فلوكسا سيم. ده الدراج اللي بنديها على طول، لكن ممكن ندي تراي ميثوبرين سلفر. تراي ميثوبرين سلفر يعني او سلفر جوانيدين لانها نوت ابزوربنت فبتقعد في الانتستين. يعني شكل دي. يبقى ده العلاج بتاع الشيجيلا. طبعا الشيجيلا بتبقى موجوده مينلي في الفيري سمول ايج اند الاولد ايج عشان الايميون سيستم بتاعهم بيبقى اقل كتير من الناس الكبار. طب ايه الدياجنوزس؟ ايه الدياجنوزس؟ كلينيكالي واضحه، ستول في بلاد وفي دايريا وفي فيفر وفي ابدومينال كرامز. طيب لكن لما انا احب اعرف اعمل ستول كالش، ستول كالش على ايه؟ على سالمونيلا شيجيلا ميديا او على المهاج كونكي وعلى المكونكيز او على لا تدي بيل يلو او بعض الكتب تكتب كارلس كولونز. اعمل لها ايدنتيفيكيشن اللي هي نون موتايل جرام نيجاتيف باسيلاي. اعمل بايوكيميكال ريأكشن الاقيها معظمها نون لاكتوز اكسبت سونياي ليت لاكتوز بتعمل فرمنتيشن بعد شويه، انما في الاصل هتطلع نون لاكتوز الاول وبعدين تعمل فرمنتيشن وبعدين اشوفها هل هي نون نايت ولا مان نايت فرمنتر. اذا كانت نون مان نايت يبقى شيجيلا ديزنتريا، اذا كانت مان نايت فرمنتر تبقى بارا شيجيلا شيجيلزياي سونياي او فليكسيلي. سهل؟ نوش نو اتش 2 اس نيجاتيف ومفيش جاز في الفرمنتيشن اوف جلوكوز. ادي الشيجيلا. هنتكلم بقى على ثالث واحده اسمها البروتياز. بروتياز حتى انت بروتياز. البروتياز دي عباره عن جرام نيجاتيف باسيلاي يوجوالي بلومو مورفيك. يعني ايه بلومو مورفيك؟ يعني قصيره واحده طويله واحده عيده واحده معوجه وهكذا. دي اسمها جرام نيجاتيف بليومورفيك باسيلاي. مطيب. في سترينز ارضات مطيب حول حاله. مطيب. اهم حاجه فيها انها يورييز بوزيتيف، يعني تشتغل على اي بروتين وتحوله الى NH3 امونيا وكربون دايكسايد. يبقى معنى كده ان هي بتكسر اي بروتين الى امونيا. يبقى دي اسمها يورييز بوزيتيف، وده تيست جميل جدا اقدر اشخص بيه البروتيز. البروتيز انواع كتير قوي قوي. هقول بعض الانواع برضه زي ما قلنا الشيجيلا شيجا باراشيجا شيجيلزياي فليكسيليري بويدي سونيار بتشارك الحلو. امال احنا نقول ايه؟ نقول واحده ست فالجر لابسه مرجان وبتاكل مربى وعماله تجري. يبقى دي انواع الايه؟ البروتيز. بروتياز فالجر فالجاريس بتاكل مربى ميرابيلس وتلبس مرجان مورجاني وعماله تجري. يبقى ريتجري اي او ريتجري موت. ومدام بتجري وانا اجري يبقى مطايب. انما في نان مطايب سترينز، نان مطايب سترينز اسمهم او اكس 19 او اكس 2 اند او اكس كي. وده او اكس ده حاجه في المعنى. تمام؟ دول مهمين قوي في ايه؟ ان احنا ممكن نستخدمهم في الدياجنوزس اوف سيرتن ريكيتسيال ديزيز. اللي عمل التست ده فهو اسمه بايل فيليكس، فاسمه بايل فيليكس تيست فور دايجنوزيس اوف ريكيتسيال ديزيز، ايبيديميك تايفاس، انديميك تايفاس، كلام حاجات اللي هي ريكيتسيال ديزيز اللي هناخدها في الريكيتس. دي في انتي بودي هيتيروفيل، انتي بودي لان دي هيتيروفيل بتدي انتي بودي للظهر ونفس الانتي بودي بتاع
each can react to frequency. إذا the very cheapest used in the diagnosis of frequency increase. يبقى احنا قلنا دلوقتي ست برجر وتاكل مربى وتلبس فرجان وعماله تجري. ده كل دي البروتيز دي موجوده نورمال انهابيتنت في الكولون. نورمال انهابيتنت في الكولون. But it is the main cause of urinary tract infection. Urinary tract infection in Asia. Especially in females. لأسباب الurethra very short في colonization of proteus in vagina and can reach ال urinary system. وممكن برضو تعمل infection during labor. يبقى ده اهم حاجة انها بتعمل urinary tract infection. طيب اهم حاجة برضو فيها ان هي معظمها non-lactose fermenter. تعملش فرمنتس لللاكتوز وبعدين بروتييز بوزيتيف او يورييز بوزيتيف. يورييز بوزيتيف. فعلى طول التست ده بنزرعها على ميديا فيها بروتين وفي نفس الوقت فيها انديكيتور. فمجرد ما تطلع الامونيا يروح الانديكيتور اللي هو الفينول ريد يدي لون احمر. انما هو اصلا الميديا دي لونها اصفر. اللي هي يوريا تيست او يوريا مي. بمناسبة اليورينا تراكت انفكشن ده هي اكيوزد او متهمه فيها انها بتطلع امونيا في الانفكشن. الامونيا بيخلي اليورين الكلاين يقوم الاورجانيزم ينمو بنشاط. اي الكلاين يورين الاسيد يورين بيمنع جروث البكتيريا بيمنع اليورينا تراكت انفكشن الى حد ما. انما لما يتحول الى الكلاين يبتدي الاورجانيزم او البكتيريا كوزي اليورينا تراكت انفكشن تزيد في ال rate of infection. البروتياز علاجها ايه؟ البروتياز دي كمان ممكن تعمل حاجات اخرى. ممكن تعمل wound sepsis. ممكن تعمل otitis media. ممكن تعمل حاجات كتير قوي. غير لكن mainly انا بتكلم على mainly urinary tract infection. But it is one of the pyogenic organisms. لو خرجت من النورمال هابيتات بتاعتها او طريقة المعيشة بتاعتها في الكون. ادي البروتيز. احنا دلوقتي طبعا انا دخلت معاكم لطش جامد كده في الباثوجينيك جرام نيجاتيف باسيلاي الانتيروبكتيريا والبروتيز. في نان باثوجينيك كومنسال بكتيريا نان باثوجينيك جرام نيجاتيف رودز او باسيلاي يعني ان كولون. لكن اوتسايد ذا كولون دي ار هايلي باثوجينيك. يبقى في النورمال هابيتات اللي هي الكولون البكتيريا دي هقولها اللي هي مين دي؟ إيشيريشيا كولاي، كليبزيلا او كليبسيلا، ستروباكتر واخرين. انا دلوقتي بقول بصفه عامه مش هشرح بالتفصيل قوي لان الحاجه العامه دي مهمه جدا يا اخواني عشان تعرفوا تشتغلوا فيها. اي كولاي، كليبسيلا، اند ستروباكتر. الكليبسيلا دي بقى بالذات لها كبسول وبالذات نانو تايب. يبقى احنا دلوقتي عندنا لتجميعات بقى نانو تايب جرام نيجاتيف باسيلاي نمرة واحد الشيجيلا، نمرة اثنين الكليبسيلا، نمرة ثلاثة سيرتن سترينز. سترينز يعني انواع. سيرتن سترينز اوف بروتيز اللي هو اوكس 19 او اكس 2 and OXK. يبقى دي بالمرة كده نقول النان موتايل جرام نيجاتيف باسيلاي اللي بنعتبرها انتيرو بكتيريا. يعني موجودة في الكون. طيب الكليبسيلا دي ممكن نعرفها من الإيكولاي والستروباكتر بالبيوكيميكال رياكشن. يبقى دي لازم تتفرق بينهم بالبيوكيميكال رياكشن بالكولونيال مورفولوجي شكل الكوني بتاعتها ايه؟ وبالسيرولوجيكال تيست اللي هو كابسولار سويلينج
تاسع. يعني لما اجيب شريحه كده واحط عليها الكليبسيه، لو بص هي جرام نيجاتيف باسيلاي ولها كبسول. طب لما احط الانتي سيرا بتاعها يعني الانتي كليبسيه ايه اللي يحصل؟ الاقي الباسيلاي كده والكبسول ويرم كده، يبقى ده اسمه كبسولار سويلنج تيست. يبقى دي بتتعرف عنها اللي هي اول واحده دي كبسولار سويلنج تيست. ايه تاني؟ الكولونيال مورفولوجي. الكولوني دي بتبقى فيري سموث كولونيز وفي منها رف طبعا، انما هي بتبقى نورمالي سموث. دي بتبقى ميوكويد. ميوكويد اكنك حاطط حته دهنه على المكونكي، اكنك حاطط حته دهنه على المكونكي. وثلاثه ار لاكتوز فيرمنتر بيشتغل، يبقى دول كلهم لاكتوز فيرمنتر. الكولون دي سمول سيركلر سموث، دي ميوكويد عامله زي حته ميوكس كده محطوطه على المكونكي. طيب يبقى خلصت دي كمان. امال مايوكيميكال رياكشن ايه؟ هقول حاجه اسمها انفيك. انفيك انفيك ده بيحب مين؟ بيحب اكس ايكولاي كليبسيلا سيتروباكتر. يبقى ده اكس اهي اكس ده انفيك. انفيك يعني ايه؟ اي يعني الاندور، ام يعني ميثايل ريب، في يعني فوجز بروسكاو، سي يعني سكريت يوتيلايزيشن. اول ما اعمل كده اقول بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف 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 بوزيتيف 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 نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. ايه ده بقى؟ ايه الكلام ده بقى؟ ده مش هنحفظ الاثنين الاولانيين، اثنين بوزيتيف اثنين نيجاتيف، عكس نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف. خلاص؟ ده سيتروباكتر. سيتروباكتر يبقى السيتريت بوزيتيف، يبقى انا غلط، نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. تمام؟ يبقى السيتريت ابتدي بالسي والسي بيحبوا بعض. لا لا لا، فانا استاذي الله يرحمه هو استاذ الاجيال كلها الدكتور عباس عبد العزيز استاذنا، قال لي يا عم شريف انت بتحفظ كده ليه؟ ما تقول ان الوحيده اللي اندور بوزيتيف هي دي كلها، مش كده؟ يبقى نعمل اندور تيست. ايه البوزيتيف؟ ايه الايكولاي؟ الوحيده اللي فوجس بروسكاور بوزيتيف هي الكليبسيلا. لو الاثنين نيجاتيف ها تبقى سيتروباكتر. شفتوا ازاي؟ ها؟ انا كنت حافظ كده على طول بتاع. انما في الحقيقه ان الايكولاي اندور بوزيتيف هي الوحيده. طب الكليبسيلا الفوجس بروسكاور بوزيتيف. هم هذا السيتروباكتر. السيتروباكتر الوحيده اللي نيجاتيف 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 اندور نيجاتيف فوجز بروسكار. فهمتوا دي؟ يعني ايه اندور بوزيتيف؟ يعني لما اجيب بتون ووتر واحط عليها الاورجانيزم، البتون ووتر ده عباره عن حلقه ماسك فيها امينو اسيد بالطيب ومسكوب فيها امينو، وتروح مكسر الحلقه دي بالامينو اسيد تريبتوفان بيطلع او الامينو اسيد. خلاص؟ اقدر احط بقى ريجنت اسمه اي ريجنت ارمخ ريجنت، ابص الاقي عمل رينج حمراء اهي على السيرفس، والرينج الحمراء دي ممكن اطلعها بطريقه واضحه قوي ان نحط كام نقطه زيرون يروح واخدينها وطالعين فوق. يبقى الدور بوزيتيف يعني ريد رينج على السيرفس اوف بيبتون ووتر. ايه اللي حصل؟ الاورجانيزم كسر البيبتون ووتر الى امينو اسيد، واحد منهم اسمه تريبتوفان. احط عليه ارمخ ريجنتس او اي ريجنت يتفاعل معاه يديني لون احمر. اطلع الدايره دي فوق ازاي؟ احط شويه زهر ميثايل ريد اللي هي واضحه. لو ادتني حطيت ميثايل ريد انديكيتور وادتني بوزيتيف يبقى ده بوزيتيف. السبريت يوتيلايزيشن الميديا بتبقى موجوده عندي ممكن تخضر او تزرق، اعرف ازاي؟ هي نورمال خضر، لو زرقت تبقى ده سبريت بوزيتيف. الفوكس مش هتعرف عشان اعرف بالتفصيل لانه لازم تبقوا
فكره عنه كده بس. يبقى ادي الثلاث انواع من النورمال انهابيتنت اوف كولون نان باثوجين، ايكولاي، كليبسيلا، سيتروبان. بالاضافه ان كلهم ممكن يسببوا يورينري تراكت انفكشن. يبقى اليورينري تراكت انفكشن دلوقتي ليها اسباب كتيره. ليها اسباب اللي هو الكومنسال بكتيريا في الكولون ايكولاي كليبسيلا سيتروبان، البروتياس اللي انا لسه شارحها، وهناك اشياء اخرى هاخدها بالتفصيل واعمل لكم بقى ابلايد مايكروبيولوجي حسن. كوزز اوف يورينري تراكت انفكشن هاو تو دايجنوز، كوزز اوف نمونيا هاو تو دايجنوز اند سو اون. طيب دلوقتي عندي انفكشن بدور خرجت من الكولون ووصلت للورينري تراكت انفكشن، وقلنا ده كله في الفيميل، وقلنا في الفيميلز اكتر نسبه مش بتجيش للميل اكيد، بس ليه؟ عشان الريسبيرتوري شورت والكولونايزيشن بتاعت البكتيريا في البشر. طب بتعمل ايه تاني؟ الكليبسيلا دي كمان بالذات بقى بتعمل حاجه اسمها راينو سكليروما. راينو سكليروما يعني جرانيوليشن تيشو في النوز طلع ريحه وقتها. راينو سكليروما عشان كده سميناها كليبسيلا راينو سكليروماتس، يعني بتعمل راينو سكليروما. طيب اشمعنى دي؟ يعني ما كلهم بيعملوا يورينري تراكت انفكشن وانتوا قلت لي دي راينو سكليروما؟ قالوا دي تعمل مننجايتس. فين؟ في الاطفال. نيونيتال مننجايتس، وان اوف ذا كوز اوف نيونيتال مننجايتس. طب ايه اذر كوز اوف نيونيتال مننجايتس؟ كتير، نيموكوكس وبتاع، هناخدها في الابلايد مايكروبيولوجي اللي بيجي للبوست جراديوت كده سؤال ابلايد اند هاو تو دايجنوز تو ريتش يور فاينل دايجنوز. خلاص؟ السيتروباكتر اهي مشكوك انها بتعمل شويه حاجات كده، لكن ممكن تعمل يورينري تراكت انفكشن. طب لما انا ادور على يورينري تراكت انفكشن كوز باي انتيرو بكتيريا اللي هي النون باثوجين، كل اللي هعمله ان اخد السامبل بتاعتي يورين، لازم اخده اسيبتيكالي، تحت اسيبتيكالي دي تشعبي فرق. اسيبتيكالي هي طريقه معقده، ازاي؟ الاسيبتيك يورين دي يوجوال او الاحسن ان اخده مورنينج واكون محضر استرايل كونتينر، علبه معقده، وبعدين بقى تختلف بقيه التعقيد من الميل الى الفيميل. الميل لازم امسك اليوريثرا وامسح الاكسترنال يوريثرا ميتس، فتحه البول الخارجيه، علشان ممكن يبقى فيها كولونايز سم كومنسال بكتيريا. مش عاوز اطلع، انا عاوز اشوف ايه اللي عامل يوريثرا تراكت انفكشن، يبقى اعمل كليننج لليوريثرا، وبعدين اخلي العيان ينزل شويتيرون يمسك نفسه واروح واخد الكميه اللي في الوسط. يبقى دي اسمها ايه؟ الميد ستريم يورين. ميد ستريم يورين. يبقى ده استرايل. واحطه في الكونتينر وابعته على المعمل. طب الفيميل؟ الفيميل لازم تعمل ريبيتد فاجينال ووشنج. بميه عاديه، ريبيتد فاجينال ووشنج. وبرضه تديني الميد ستريم يورين. أول حاجة هتلفت نظري ان اليورين تيرم والباس سيلز عاليه، ممكن تبقى مور ذان 100 باس سيلز. تمام؟ في النظر الواحده في الميكروسكوب الاقي اكثر من 100 باس سيلز واضحه. جميل. بعد كده اروح واخد اليورين ده وزرعه على ماكونجي. انا مش دلوقتي بقول اليورينري تراكت انفكشن زرع ماكوكي على طول، ده ليها كذا مجراها، بس انا بقول دلوقتي اذا كان سببها جرام نيجاتيف بس اللي هو من النوع ده. الاقيها بعد شويه تطلع لي روز بينك كولونز. ليه يا اخي طلعت روز بينك كولونز؟ عشان هي لاكتوز فيرمنت. اذا كانت ميوكويد يبقى دي كليبسيلا وريحتني. اذا كانت ميوكويد يبقى يا ايكولاي يا كليبسيلا. يا اسود اسف ايكولاي سيتروباكتر اعمل لهم الامبيك رياكشن، والكليبسيلا اعمل لها الكابسولر سويلينج تيست، لكن كلهم جرام نيجاتيف بس اللايف تايب
مش ناشف البلد غير في هيوميديتي، تعمل هيوميديتي تقوم تتحرك وتعمل سوارمينج كولونيز وتبقى نون لاكتوز. فاهمين انا دخلت ازاي مع بروتيس؟ دول كلهم لاكتوز. وبعدين دي يوريش فولت دول يعني كل واحده وليها البايوكيميكال ريكشن بتاعها اللي انا قلتها. مفهوم؟ طيب لو انا عرفت بقى ان هي ايكولاي كريبسيلا بروتيس اي حاجه، احنا قلنا السيمبرو فلوكساسين، انما في بعض الاورجانيزمز ار ريزيستنت، فبضطر اعمل كالتشر للاورجانيزم واحط عليه انتي بايوتيك سنسيتيفيتي تيست واشوف الانيميشن فين حوالين اني انتي بايوتيك، يبقى هو ده اللي اختاره للعلاج. كنت عاوز انبه عليكم واقول لكم لو عملتوا سبسكرايب في او اشتركتوا في صفحه اليوتيوب بتاعتي، خشوا عليها هتلاقوا فيه مستطيل احمر كده صغير وجنبه جرس، لو دوستوا على الجرس ده هيجي لكم مسج على المحمول بتاعكم ان انا نزلت فيديو جديد.